أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ما يأتي المرأة بعد الكدرة في زمان الحيض من رطوبة تميل إلى الاصفرار، هل هي حيض أم لا؟ وهل تعتبر طهرا فتغتسل المرأة وتصلي وإن كانت مستمرة معها حتى بعد انقضاء مدة الحيض؟ هذا فيه تفصيل: الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض فإنها حيض، نعم، وإن كانت بعد انقطاع دم الحيض والطهر فإنها لا تعتبر شيئا. يقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.